لا شك أن رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي مقبل على مهمة جسيمة في ظل التداعيات الاقتصادية الكبيرة والأزمة النفطية التي تهدد عائدات العراق. وبغض النظر عن مدى تماسك حكومة الكاظمي، إلا أن التحدي الأساس الذي ستواجهه يكمن في إنقاذ الاقتصاد العراقي المنهك من الانهيار التام مع تفاقم الضغوط المالية التي تسلطها الأزمة الصحية. وفي هذا السياق أكد خبراء ومختصون أن هذا الانخفاض سوف ينعكس على برامج وخطط الحكومة العراقية المقبلة، حيث لن تتمكن من تنفيذ المشاريع التي ينبغي تنفيذها. النفط الآن في أزمة دولية، وخاصة الدول المصدرة الآن انخفضت إيراداتها بشكل حاد، ومنها العراق طبعا. عندما نقارن هذه السنة مع العام الماضي، العام كان اكو نفط مقدر في الموازنة ب 56 دولار للبرميل الواحد، وكان عندنا موازنة ضخمة 108 مليار دولار بها عجز 19 مليار. الآن انخفضت المداخيل إلى أقل من نصف. العجز المتوقع في موازنة 2020 لن يقل عن 50 مليار دولار، وبالتالي هذا راح يأثر على كل برامج وخطط الحكومة. الأزمة الصحية العالمية أدت إلى انخفاض أسعار النفط بشكل لافت، الأمر الذي أثر سلبا على الاقتصاد العالمي بشكل عام وعلى الدول المصدرة للنفط بوجه خاص، كما هو الحال مع العراق الذي تراجعت إيراداته إلى ما دون النصف. فيما يرى متابعون للشأن العراقي أن الكاظمي الذي يتمتع بعلاقات دولية متميزة سينقذ بلاده من تلك الأزمة من خلال الدعم الدولي.